عنا التمرين الثاني هذا الثالث هو عضل. ونمشيو للهند السؤال الرابع أباخ حسام معناها قال قاري ضرب ولكن مش داخل في الدوار ما فهمش حد آخر قال لي مدام مش تحب نقرأ ضرب دونك فا باسي يلا ألوغ في السؤال الأول أولا أرسم مثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ حيث أ بي تساوي 5 سنتيمتر دونك هذايا التمرين استنوني التمرين الرابع أرسم مثلث ABC قائم الزاوية في A حيث AB تساوي 5 سنتيمتر و AC تساوي 3 سنتيمترات ب دونك هذا الرسم نتاعنا ب نحاول نوضحه لكم هو مثلث قائم الزاوية في A والبعد AB 5 والبعد AC 3 والنقطة A هي منتصف النقطة إيه هي منتصف القطعة أو الضلع AB. هنا نفهموا حاجة. أولاً ابني النقطة D مناظرة C بالنسبة لـ E. دونك في السؤال الموالي سوف نبني هذا دونك هنا واحد A. بناء واحد A هو بناء. ابني D مناظرة C بالنسبة لـ E. دونك أنت تفهم نورمالمون اللي E هي منتصف قطعة المستقيم دي سي. دونك تعريف مناظرة نقطة. معناها ما معنى دي مناظرة سي بالنسبة لإي؟ فذلك يعني أن إي هي منتصف دي سي. دونك نمشي نبنيها. هذا هو الرسم تاع البناء. دونك نحطوه. دونك تشوفوا أنه في هذا الرسم لدينا نزيدوا رسم ميساج نقطة إي تمثل منتصف سي دي. دونك كيف نبني مناظرة سي بالنسبة لإي؟ نمدد مستقيم يمر من نرسم مستقيم يمر من إي ومن سي ونعين النقطة دي بحيث إي تكون منتصف القطعة سي دي. ففي هذا الرسم عندي إي هي منتصف أبي وأيضا إي هي منتصف سي دي. دونك أنا كي نشوف الرموز هكا نفهم. ب نمر إلى سؤال ب ما هو مناظر المستقيم AC بالنسبة إلى E؟ دونك ما هو مناظر المستقيم AC بالنسبة إلى E؟ دونك هنا دقيقة قال شكون يحب يجاوبنا؟ برشا يحبوا يجاوبوا توا. مؤمن انا ارجع لك مؤمن تفضل ما هو مناظر المستقيم AC بالنسبة إلى E؟ تفضل. ما هو مناظر المستقيم AC بالنسبة إلى E؟ مناظر المستقيم AC بالنسبة إلى E هو BD مادام باينة. مؤمن يلا نثبتوا ديما ماذا بيك انت تجي للبغيون وتخدم خدمتك باش في النظافه في الدوار ما تبقاش ترجع للرسم وتغلط وكل شيء تراه ناخذ المستقيم AC هو هكا ولا مؤمن اي مدام نحبوا نشوفوا المناظر وهكا مناظر مستقيم هو مستقيم تعرف مناظره A انت بالنسبه الى E؟ اي مناظره A بالنسبه الى E هي B على خاطر E هي المنتصف صحيح ما لازمك تقول اي ومناظره C هي شكون ومناظرة C هي D وي إذا مناظر المستقيم AC هو BD دونك هنا هي دي دونك مناظر المستقيم AC هو BD ململ عليا اش نكتبوا يلا مناظرة النقطة A بالنسبة إلى E هي B باه دقيقة عاش ولديك بالنسبة إلى إي هي بي أونتخ باغونتيز نقولوا علاش ماذا بينا نفسروا لماذا؟ لأن إي هي المنتصف إي منتصف القطعة المستقيم بي دي أ بي أ بي صحيح باه بعد شو نقول؟ مناظرة النقطة سي هي دي مناظرة سي. النقطة بالنسبة إلى إي هي دي بالنسبة إلى E
هي دي دي اونتر بارونتيز اي اي اونتر بارونتيز معطى 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 ماشي وقال بيان. لابنه معطى. فوالا ماذا نستنتج اذا؟ إذن مناظر المستقيم AC هو AB هو CD. المستقيم AC AC فوالا هو هما زوز نقاط تحت بعضها فوالا. بالنسبة إلى E هو BD. هو المستقيم BD فوالا. تري بيان خدمنا سؤال بها واضحة. نعم كان بقى مسألة تسألونا بون يسر حديد عندها سؤال في الجبر. يسر ديك نكملوا الهندسة نرجع لك توت سويت داكوردو. هذا سؤال واحد ب نمر نمر إلى السؤال الثاني. بين أن اثنين اثنين أ بين أن المستقيمين AB و BD متعامدين. AB و BD باش توضح لنا الرسم يوضح لنا هاوش نزيدو نوضحوهم زوز مستقيمات. تاكوردو باهي ريكاردي تو رسم كيفاش أصبح هذايا هو رسمي. هو غير ما تبدل شيء راهو تلك المستقيمات بلون مغاير باش توضح لنا. نحن توا عندنا مثلث نتاعنا كين هذا هو مثلث ABC قائم في A. مناظرة C هي D مناظرة A هي B. استنتجنا اللي مناظر المستقيم AC هو المستقيم BD توا مؤمن كان يخدم فيها. ولكن هو سألني تو سؤال في التمرين بين أن المستقيمين AB و BD متعامدة. يعني هنا يلزمني نبين اللي فما زاوية قائمة يعني حطيت عليها نقطة استفهام. عندكم شي فكرة حاولتو شي في التمرين؟ هذا سؤال 2A. يلا خلينا نشوف هنا شكون يحب يشارك. ملكة نرجع لها. وسام يحب يشارك ولكن شارك ريان. تفضل ريان يرفع ايده. تفضل اي ريان. وي وي نسمع فيك ريان. وي مدام احنا نعرف انه الزاويه سي ا بي سي ا بي أيوة. هي 90 درجه يعني زاويه قائمه. ايوه ومناظره سي بالنسبه لاي هي دي ومناظره ا بالنسبه لاي هي بي ومناظرة اي ومناظرة اي هي اي هي نفسها يعني يعني باهي دقيقة يعني انت قاعد تبحث على مناظرة الزاوية سي ا بي هكا رأينا. دونك مناظرة سي قلت لنا هي دي نعرفوها. مناظرة ا هي بي ومناظرة بي هي ا. اذا وي تستنتج ماذا؟ وي نستنتج أن الزاوية A B D 90 درجة. فوالا لأنه سي A B 90 درجة. درجة. فمناظرة زاوية هي زاوية مقايسة لها بالتناظر المركزي. فالزاوية دي بي A دي بي A وي دي بي A وي أنا حاطة نقطة الاستفهام تساوي 90 درجة. 90 درجة. والمستقيمين واليوم متعامدين. هذا هو. هبيا. هذه طريقة صحيحة ومش نكتبها لك دونك ديما دونك مادابك صحيحة نجاوبو بها. عندك شي طريقة أخرى رايين؟ عندك شي فكرة أخرى؟ حاول أربط بين السؤال اللي كنا نخدمو فيه توا أنه مناظر المستقيم AC هو المستقيم BD حطيتهم كوكا بالأورانجي ترى فيهم ولا لا رايين؟ نجموش نجاوبو على السؤال توا نحبو نبينو أنه AB يعامد BD ونربطو بين السؤال السابق. خاطر المستقيم AC هو ديجا متعامد على AB والمستقيم AC هو مناظر BD يعني هما متوازيين. صحيح ريت كيفاش كان وصلنا الحل. دونك نجم نقولوا مستقيمين متوازيين الخاصية تعرفوها كل مستقيم تركم الجملة يعامد نفس المستقيم.
لا، هما عندنا مستقيمين متوازيين، شكون هم المتوازيين؟ أسي وبدأ بدي، جاي المستقيم أبي عامد شكون؟ عامد أسي إذن وعامد، إذا هو يعامد بدأ. بلا، الطريق القاعدة هي مستقيمان متوازيان، كل مستقيم يعامد الأول يعامد الثاني، هكا ولا لا؟ أوش عمل لك أمتي شيما، هذوما زوز متوازيين، هكا رأيه؟ يجي مستقيم جديد هذا دلتا يعامد الاول اوتوماتيكمون مش يعامد الثاني، هكا ولا ويعامد في الثاني. باهي مالها ريان؟ مش نخدموا زوز طرق، بما انك انت عطيتني طريقه زي ده حلوه طريقتك، دونك طريقه يلا من عليش نكتب باي، نبداو مدام بدو الطريقة اللي نتاع زوايا. نبداو نتاع المستقيمات، ما يصيرش خاطر عندها غولاسيون بالسؤال اللي قبله، فهمتني؟ فهمت علاش؟ يلا نعلم أن مناظرة صحيح المستقيم AC صحيح، نعلم أن مناظر المستقيم شكونه؟ المستقيم AC هو هو BD بالنسبة إلى E. بالنسبة إلى إيه؟ ما نساوش إلى مركز إي التناظر، الإنسان رانا حسب السؤال قديش ريان عاوني، حسب السؤال قديش إجابة عن السؤال أه. واحد 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 ب باء ما هو من واحد ب واحد واحد ب واحد فوالا، دونك قلت لي مناظر مستقيم اسي هو ب دي بالنسبه لاي، وبما ان اي وبما أن مناظر مستقيم بتناظر مركزي مناظر مستقيم مستقيم بتناظر مركزي بتناظر مركزي مركزي هو هو مستقيم مستقيم موازن له مستقيم موازن موازن له لا له، إذن وي إذن مستقيمين متوازيين يعامدان بون نفس المستقيم. شوي بشوي، أنت قلت لي إذن هما متوازيين، قلت لي ونعلم أن مناظر مستقيم بتناظر مركزي هو مستقيم موازن له، شكون هما المتوازيين؟ إذن المستقيم AC و BD متوازيين. هو بدي متوازيين، دونك نعاودو نعملو خلاصتنا نخدموها بالكدا بالكدا، ريغاردي دونك لدينا اسي موازن لي بي دي، والمستقيم الجديد اللي هو الا بي يعامد شكون؟ يعامد شكون؟ يعامد AC يعامد اسي اونتر بارونتيز، لانه ابي سي مثلث، ابي سي لأنه ABC قائم مثلث قائم في ا. في A. نستنتج من ذلك، ماذا نستنتج؟ نستنتج إذن اي المستقيم BD وي المستقيم BD معامد للمستقيم AB. صحيح، يعامد بي دي، ابي يعامد بي دي، جاوبنا على السؤال بين ان المستقيمين ابي وبي دي متعامدان، طريقه دو تنكتبوها فيسا فيسا، واصل انت معايا؟ طريقه دو بما انك انت عطيتها طريقه بي، دونك ناخذوا اش نرجع للرسمه اش نرجع، قلت لي الزاوية شو اسمها ونجي نكتب في البرويون هنا زاوية اللي باش زاوية نشوفوا لها سي ا مناظرتها سي زي ا ا بي، مناظرة سي اش قلنا؟ هي دي مناظرة ا مناظرة ا هي بي ومناظرة مناظرة بي، بي هي ا ومانيش باش نعلل معناها مش مانيش باش نقول علاش مناظرة منتصف وكل استعملناهم هكا ولا، دونك باش نكتب واي مناظرات في ساعات مناظرات مناظرات مناظرة في دماغ مناظرات النقاط مناظرات النقاط النقاط وي سي سي ا بي و آ و بي ا هاي و بي على التوالي بالنسبة هي بالنسبة إلى إي هي وي هي دي و آ و بي دي و بي دي و آ و بي و آ نثبتوا شو معناها على التوالي عش ودي، مناظرة سي هي دي، مناظرة آ هي بي، مناظرة آ مناظرة هي بي بي هي آ، إذن وي إذن مناظرة الزاوية بي آ سي وي بي آ سي وي هي الزاوية دي آ بي بالنسبة إلى إي هي وي الزاوية وي دي وي دي بي آ دي بي آ صحيح، ونعلم أن
ونعلم أن أيوة مناظرة زاوية بتناظر مركزي هي هي زاوية زاوية مقايسة لها. مقايسة، أو أن التناظر المركزي كيف كيف، أن التناظر المركزي شبيه يحافظ على أقيسة الزوايا. يحافظ على أقيسة الزوايا، دي خاصية من خاصيات التناظر المركزي. إذا الزاوية دي بي آل اللي احنا نبحث دي بي عليها آ ماذا تساوي؟ الزاوية تقايس تساوي الزاوية سي آ بي اللي هي تساوي 90 متشعثة، درجة، ومنه سي، ومنه ومنه المستقيم آ بي وي أبي يعامد يعامد المستقيم. لحظة، فين هي؟ نوريك الرسمة. مستقيم هاي بي بي. تفضلي تفضلي انظر، بينت لي انت الزاوية دي بي ا تساوي 90 درجة، دونك المستقيم بي دي والمستقيم ا بي كيف هما متعامدة. متعامدين، ولا يعامد بي دي. احسنت خير يا ريم عاشور، جاي صحيح. نمر غابيدمون باش ندير على الوقت المحالة. نمر الى السؤال الموالي، احسب مساحة مثلث ABD. سؤال ب، مساحة مثلث ABD، نرجع للمثلث ABD ABD. هنا شكون يحب يشارك؟ يسر تونا، نرجع لك في سؤال آخر. أمينة حويس، تفضل بنتي، فتحي الميكرو أمينة. أمينة بوجناح جاسم، ماي تفضل بوجناح، بون ما رفعش ايده وما يناش نحبو يشارك. جاسم ما يقبليك الميكرو ما يخدمش. ميسيلش نعاونوك جاسم، ماي مساحة المثلث تفضل. باهي جاسم، نجمشي عسلامة جاسم، نجمشي تذكرنا في مساحة المثلث كيفاش نخدموها، القاعدة معناها مساحة المثلث كيفاش نحسبوها؟ وي مدام مساحة المثلث هي 180 درجة. لا لا عشودي، مساحة المثلث مساحة مش مجموع زوايا، هاي قاعدة قاعدة في ارتفاع. قاعدة في ارتفاع على اثنين، متفاهمينا؟ داكوردو، باهي قاعدة في ارتفاع على اثنين، أنت المثلث متاعك شفته هنا ثبت فيه، أهو ABD، أهو إذا ريتو لي بالأخضر هو أي. مثلث قائم. دونك انا اذا كان نعتمد القاعده ا بي شكون باش يكون الارتفاع نتاعو؟ بي دي بي دي، دونك معناها يلزمني يكون عندي البعد ا بي. ا بي عندنا ولا لا جسم؟ أي 5 سنتيمتر. ويلزمني يكون عندي البعد بي دي، موافقني ولا لا؟ أي والبي دي زعما قداش قيسوا البعد بي دي؟ 3 سنتيمتر. قد شكون؟ قد شكون؟ قد سي أ قد سي أ، لكن يلزمنا نثبت ذلك، موافقني ولا لا؟ لماذا بي دي قد سي أ؟ التناظر المركزي يحافظ على ماذا؟ البعد. البعد، صحيح جاسم تخي بيان، هذا هو المطلوب، متفاهمين؟ دونك مالا باش ناخذوا البعد بي دي، نحن رقم البعد بي دي مناظرة بي هي شكون؟ هي أ ولا لا؟ ومناظرة دي هي سي. والتناظر المركزي يحافظ على البعد، البعد بي دي يساوي البعد ا سي يساوي 3. إذا كان نعرف البعد بي دي وعندي البعد ا بي نجم نحسب مساحة المثلث ا بي دي، موافقني؟ تري بيان، دونك هنا دونك سؤال بقى، يلا نبداو على نحسبوا البعد بي دي. يلا مناظرة شكون؟ من عليا جاسم، مناظرة بي مناظرة بي بالنسبة إلى إي هي أ، ب بالنسبة إلى إي هي أ، بالنسبة إلى إي هي أ وي، ومناظرة ومناظرة دي بالنسبة إلى إي هي سي. بالنسبة إلى إي هي سي،
والتناظر والخاصية ترى والتناظر والتناظر المركزي يحافظ على البعد. المركزي يحافظ على على نكتبها بلون آخر البعد باش تعرف الخاصيات اللي اعتمدناهم. إذا ماذا نستنتج جاسم؟ أن البعد بي دي يقايس أي بعد؟ أسي أسي. وأسي في التمرين قديش؟ قلت لي 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر. تخي بيان. توا باش نعمل مساحة المثلث ABC هي. ألوغ هنا مش نرجع للمثلث، راح نرجع للرسم دقيقة دقيقة دقيقة. قلت لي قاعدة في الارتفاع الاثنين، نرجع نثبتو. ألوغ أمامنا المثلث ABC، شوفوا فيه ولا ABC اللي هو بالأخضر حطيته. دونك القاعدة إذا كان اخترتها AB الارتفاع سيكون BD، موافقني؟ اي دونك نكتب معليش نكتب باي مساحة مثلث ABC. 5 × 3/2. دونك نكتبو AB في BD على 2 في باش بي دي يكتبوها. على 2 AB قلت لي 5 وي وBD في 3. لا 3. اي هاي 3 صحيح على 3 2. هاي مازال مازال كي خدمناها على 2 يعني وي يعني 15 15/2. يعني قداش من سنتيمتر مربع نجم نكتبوها بالفاصل. 7.5 سنتيمتر مربع. دونك حسبناها مساحة المثلث. دونك هاني مش نكتبها هنا باش ما تنساوش، نعرف مساحات تنساوهم. مساحة المثلث بصفة عامة هي قاعدة في ارتفاع الارتفاع الاثنين. الموافق لها على 2. ثانية اوكي صحيح جاسم صحيح. باهي يلا هو سؤال المهم. ثالثا هذايا ثالثا بيخدمناه او نشوف ثالثا جو كوا فيها بناء راح نقرا ثالثا ابني النقطة او مناظرة دي بالنسبة الى او بالنسبة الى بي الوغ باش نعمل بناء. دونك باش نجيب الرسم كالعادة هذا رسم كل مرحلة واحد دونك كالعادة باهي. دونك تراو في الرسم الأولاد دونك توا نعاود نلخص عنا الرسم التالي. أول حاجة عملنا مناظرة A هي B ومناظرة C هي D، هذا الكل بالنسبة لمركز E، وبينا أن المستقيم BD يعامد AB فما زاوية قائمة هنا، وبينا زاد اللي مستقيم دي او و اسي متوازين هذاك علاش هما بنفس اللون. هو طلب مني باش نبني النقطة او، ماذا تمثل او؟ مناظرة دي بالنسبة لبي. دونك نمدد في المستقيم بي دي واعين النقطة او بحيث بي تكون منتصف القطعة دي او بي. دونك هنا كان فما ملاحظة نسمع يسر قالت مدام مش ABD مثلث ABD، ما هو في السؤال احسب مساحة مثلث ABD ترى ABD AB في BD سي نكتبوها دي اي صحيح. اما الحساب صحيح راهو داكوغ يسر صحيح جوست التسمية كها. دونك نعاود نرجع مناظرة دي بالنسبة إلى بي فأو بي. بما أنه دي المناظرة متاعها بالنسبة لبي هي أو فذلك يعني أن النقطة بي هي منتصف قطعة المستقيم دي أو بي. شنو طالب مني؟ المستقيم إي أو يقطع أسي في إف، مازلت مش نرسم ونبني باهي. دونك مش ناخذ المستقيم إي أو، دونك مش ناخذ رسم مرة أخرى، عندي رسم آخر باش نوضح بيه هو التالي. دونك هو الرسم الجديد. دونك المرحلة اللي بعدها مش نمدد المستقيم، اش قال لي هنا؟ قال لي المستقيم اي او هذا اللي تراو فيه بالاخضر يقطع المستقيم ا سي في نقطة اف. دونك مني بين ان اف هي مناظرة او بالنسبة الى اي.
هذا سؤال يتسمى يعني كاسح شوية، لكن ما نجم نخدمه، وهو سؤال تتابعه نعاونكم فيها. شكون عنده اقتراح؟ دونك نورمالمون تكونوا معناها خدمتوه في الدار باش تكون الإجابة أسهل. راح نشوف بالقاس، في راس يحب يجاوب، في راس بي حتى نور تحب تجاوب، بكري ما تنساش نرجع لك نور مش بنتي. باهي، في راس عندك اقتراح انت؟ يا ايوه الو في رجع. عندي اقتراح. باهي، هي بتيتر سي ان بو معناها ديليكا، مي نفسر لاصحابنا. احنا نحب نبينوا اللي النقطه اف، هاي النقطه اف تراو فيها، هي مناظره النقطه او بالنسبه لاي. نورمالمون شي يجي لبال التلميذ ما بالك، معناها نورمالمون شي يرتكز على تعريف التناظر المركزي، مناظره نقطه معناها، يعني شي اسمه اوكي، يبين نورمالمون. لازم نبين اللي اي متصف في المستقيم اف او. فوالا، هذا اش باش يجي لبالو هكا ولا؟ نعم. باهي، كيفاش تخدمها انت؟ بما ان مناظرة اسي هو بي دي، مناظرة مستقيم اسي هو المستقيم بي دي بالنسبة الى اي، اذا اسي موازن لبي دي. صحيح، وبما ان او تنتمي الى بي دي واف تنتمي الى اسي، والنقاط اف و او و اي و اف على استقامة واحدة، اذا اي هي منتصف المستقيم اف او. ومنه نعلم ان اف مناظر او بالنسبة ل اي. لا استنى عاش ولدي، استنى عاود بلون جديد، ما فهمتكش الحقيقة، زدت شوية ترى في عقلك احكي. بما ان مناظر المستقيم اسي هو مناظر المستقيم مستقيم بي دي اسي هو بي دي، اي دونك اي بالنسبة ل اي، اي هاي اذا بي دي موازن لاسي. في بالنا بي هاي هذاك اي تقدمت خاطر مدام سؤال اثنين اخر لفته هذاك عليه. مثال، هاي مثال دونك متوازيين هكا بالاورانجي، قلنا في زوز متوازيين بالاورانجي. اي فاش باش يصلح لي التوازي؟ وضح لي ترى. وبما ان او تنتمي الى بي دي و اف تنتمي الى اسي، دونك ونقاط اف و اي و او على استقامة واحدة، اذا اي هي منتصف المستقيم اف او. ما فهمتش علاش ايه هي تولي منتصف. الحقيقه ما فهمتش. نورمالمون باش تبين اللي ايه هي منتصف او اف، لازمك تبين اللي اف و اي صحيح على استقامه واحده، ولكن لازمك تبين اللي البعد اي او قد البعد اي اف. ما فقنيش ايه فهمت. هكا ولا يا هكا ولا يا ايوه عشود. اقعد معنا في راسك، اذا كان فماش شكون عنده اقتراح سينو نعاونكم انا. دقيقه عشود، يا دقيقه ب دقيقه دقيقه، راني نحب نشارك ومؤمن وخليل نوت. بون راني نتكلم شويه، ويسر زاد من بكري هي تحب تشارك الحقيقه. تقولوش كون، مش نعطي الكلمه يسر من بكري ما شاركتش، دونك مش نعطي الكلمه ليسر. يسر تفضل. يسر باهي مدام، طب بس احنا بنشوفوا يسر دقيقة، بربي الأولاد ركزوا مع صديقتكم في راس، ركز عش ولدي. ويسر ابارامون عندها اون ايدي فكرة ترى. وي يسرى نتابعوا باهي. مع بعضنا. بنشوفوا الساعة النقطة او، نلقاها هي تقاطع المستقيم اي، المستقيم اي دي و المستقيم سي ا. باهي، لحظة، المستقيم او اي والمستقيم او دي. فوالا، انتم قدامكم معناها الرسم قدامك يسرى، قدامك الرسم تشوف فيه. ها دونك المستقيم اي او اللي تراه فيه بالاخضر يقاطع المستقيم بي دي اللي تراه فيه بالاورانجي في نقطة، هي النقطة او. موافقتني؟ اسكول نورمالمون اوني داكوغ سوغ سا. باهي، دونك انا باش نعمل برويون توا نفسر بيه لاصحابك. قلت لي او هي تقاطع شكون؟ هذا برويون راه تقاطع شكون؟ مستقيمين. او اي تقاطع او مستقيمين اي او اي و بي دي. باهي، دونك باش نتحصل على نقطة، نقطة هي ناتجة عن تقاطع مثلا مستقيمين، هاي صحيح. دونك بي دي والمستقيم اي او يتقاطعوا في نقطة او. تخي بيان، هاي هي النقطة او، هاي هي حطيتها باهي. دونك دونك المناظرة متاع او هي المناظرة مناظرة بتاعت او تقاطع
شو مناظرة متاع إيه. مازلت ما نعرفهاش، حطيتها بوان دانتيغوغاسيون هكا ولا لا؟ إيه. هي هي تقاطع. تقاطع المناظرة المستقيمين أو إي و بي دي. معناها يلزمني نشوف مناظر مستقيم بي دي اللي شفناه في التمرين ولا لا؟ مناظر مستقيم بي دي خدمناها. إيه. نعم، هو المستقيم شكونه؟ مستقيم مستقيم أسي اسي اوكي دو سوز بالاورانجي، هذوكم متناظرين حكينا عليهم قلنا متوازيين هكا ولا؟ و وي و تقاطع هو المستقيم شكونه؟ تقاطع مستقيم او اي. ما هو مناظر مستقيم او اي؟ بما ان المستقيم او اي ينتمي الى اي مركز التناظر، اذا هو نفسه نقول يمر من مركز التناظر. داكوردو اها اوكي دونك هو نفسه صحيح. تري بيان، ترى شوف لي المستقيم او اي اللي هو بالاخضر تقاطع ا سي، هو يتقاطع فين النقطة؟ في اف. في اف، دونك مناظرة او هي اف، هي النقطة اف. صحيح جسر، صحيح برافو. تري بيان، سؤال ما قلنا من الاول مش ساهل برشا، دونك باش نعاودوا باش نعاودوا. ما فهمش عاش ولادي، شكون شكون ما فهمش كتب لي مدام؟ نجم نفهمك باللي قالوا في راس بي ريان، راني رجعت لك بي بي دقيقه ريان، دقيقه عاش ولدي بي خليل نور تحب تتكلم. تو خليل نور انت مش تعاود اللي قالته اي يسر، مش تعاود تفورموليه انت يا بي. بما انه في راس شارك وصديقكم ريان يحب يفسر لي حاجه، دقيقه تفضل ريان. هاي حليت لك الميكرو. وي وي ريان، مدام ريان احنا نعرفوا انه جاي سنة. ريان انت سمعت يسر فهمتهاش في الديمونستراسيون تاعها كيفاش حكيت لنا؟ اي مدام فهمت. مقتنع بكلامها ولا لا؟ اي مقتنع. داكور دو سينا. وي عندك اقتراح اخر؟ اي هو نفس كلام فراس، جس حبيت نشوف هل هو صحيح ولا انه هي اي منتصف اب، ونعرف ان المستقيمين بي دي و سي متوازين، والبعد بين الاي منتصف اب متوازين. اي صحيح، والبعد اي وهما متوازين، والبعد بين زوج مستقيمين متوازين ما يختلفش، يعني اي هي بنفسها منتصف او اف كان بينه هكيكا. البعد، تعرف البعد النقطة إيه يا ريان عن المستقيم دي أو، تعرف وين هو ولا لا؟ هو البعد إي بي، البعد لازمك تعمل مسقط عمودي بين نقطة ومستقيم، ولا البعد بين مستقيمين زادة معناها تاخذ نقطة من المستقيم الأول وتسقطها عموديا، يعني تحب تحكي على البعد. لا معناتها هما يبعدوا على بعضهم نفس الشيء مثلا. هي ولكن كيف ذلك؟ كيفاش البعد؟ اسمعني ريان، كان تقنعني اللي البعد اي او مقايس للبعد اي اف، اجابتك تولي صحيحه خاطر نقاط على استقامه واحده، ذاك هو المشكل هو تو. فهمتني؟ كيفاش البعد اي او مساوي للبعد اي اف؟ كيف سنبين ذلك؟ معناتها مدام غلط كلمه، خاطر انت ما جاوبتنيش، ما قلتليش لماذا البعد اي او يقايس البعد اي اف؟ أعطيني لماذا البعد إي أو يقاس إي إف تولي إجابتك صحيحة. إيه على خاطر المستقيمين متوازين. باهي هي أصلا جاية من التقاطع، معناها نرجع للأصل، إي هي تقاطع المستقيمين بي دي وإي أو، موافقني ولا لا؟ دونك نقطة مناظرة إي هي تقاطع مناظر المستقيم بي دي اللي هي سي أ، وتقاطع المستقيم ومناظر إي أو اللي هو إي أو اللي هي إف. دونك ترجع لاصل الديمونستراسيون هذه، فهمت؟ واضح؟ واضح. باهي الوغ شكون ينجم يجاوبني؟ يطرح نرجعوا لصديقتنا نور. راهي نور تكتب لنا في الفيش، راهي تنجم تسكر الميكرو. يلا نور راهي فسر لي باش نكتب كيما يلا. دونك قلت لي او باش نبداو نحكيو، قلنا او هي تقاطع شكون نور؟ هاي دي او اي او دي و او اي. يلزمني نحضر مناظر المستقيم او دي ولا بي دي؟ نعرفو مناظر المستقيم بي دي، تفكير يلا لدينا.
نذكروا فيه. يلا لدينا مناظر، مناظر الحسابات بي دي هو شكونه؟ هو المستقيم، هو مستقيم سي أ بالنسبة إلى إي، صحيح. هاي ونزيد نحضروا ومناظر المستقيم أ إي هو، هو أ إي هو نفسه أ إي لأن إي تنتمي إلى أ إي، لأن مركز التناظر إي ينتمي إلى المستقيم أ إي. توا باش نبداو نفورميليو معناها الإجابة متاعنا، واضح ولا لا؟ دقيقة دقيقة. أو يلا هي، هي تقاطع دي، تقاطع المستقيمين أو دي و أو إي. فوالا او هي ناتج عن تقاطع المستقيمين لورانجي هذايا، نجمو نسميوه بي دي ولا او اي، كيف كيف بي دي و او اي، صحيح. اذا ماذا اذا مناظرة او، مناظرة او بالنسبة هي تقاطع، بالنسبة الى اي هي تقاطع ماذا؟ هي تقاطع مناظرة، مناظرات بي دي و او اي. فوالا مناظر بي دي بالنسبة إلى إلى إي، ومناظر، ومناظر المستقيم إي بالنسبة إلى، بالنسبة إلى إي. إذا إذا مناظر، مناظر مناظرة أو أي بالنسبة، هي تقاطع بالنسبة إلى إي، هي تقاطع، هي تقاطع تحقيق أصيل تحقيق، هي تقاطع مناظر بي دي هذيلي بالاصفر. شكون هما خادمين ولا لا؟ اسي اسي و و مناظر او اي. شكون مناظر او اي؟ او اي هو شكون؟ او اي. وما هو تقاطع او اي و اسي؟ هي النقطة اف. ومنه، وهي، وهي النقطة، وهي النقطة F. F. ومنه، صحيح، ومنه، ومنه F. ومنه F هي مناظرة O E E مناظرة بالنسبة إلى E E بالنسبة إلى E. متفاهمين؟ ها واضحة. دونك كيف ما سؤال نعطيكم شوية وقت، خليكم تسألوا مثال، زيدوا راجعوا وقرأوا الإجابة بالبداية، صحيح نور، ونعطيكم وقت في ساعة. كان عندكم أسئلة اكتبوا لي. باه نحاول تتفهمنا حسين. باه تخي بيان، اوكي نسيت شايفين هاوده مفهمتش عزيزتي عكاشة، قال ما فهمش اللي قالته يسر. اللي قالته يسر هو اللي توا كنا نحكيو فيه. يلا هاوده مثال سي با غراف، نعرف هي ان بو ديليكات ديمونستراسيون مي بريسك كملنا نحن الحصة. يسر اسال دقيقة، يسر عندك ما تقول انت؟ يسر تفضل حل الميكرو تكلم. عش بنتي يسر؟ ايه مدام سافا فاهمة. باهي دونك عندك جوست سؤال في الجبر انت هكا ولا لا؟ قلت لي مدام في اول حصة. اي جوست التمرين الاخراني في الجبر ما فهمتوش. اي رانا نرجعوا لك. اي داكوغ باهي. وحسام هاني باش نحلو، حسام تغيس باش نحل الميكرو، ما تخرجوا كان الكل فاهمين. تفضل حسام. وي حسام. وي ولدي. نعم مدام. تفضل عندك سؤال ولا سافا؟ اي مدام سؤال نتاع الخيانية. مدام اذا مناظرة او بالنسبة الى اي هي تقاطع سي و او اي، علاش مش تقاطع سي او و اف اي؟ المستقيم سي او هو اسي تو دابور هذا هكا ولا لا؟ والمستقيم او اي هو ريتو اف اي، نقاط على استقامة واحدة. يا حسين شو المستقيم؟
ما نقولوش افي خاطر احنا انت بوتيتر ماشي في بالك لي مناظره دو او هي اف، مازلنا ما بيناش لي مناظره دو او هي اف، موافق ولا لا؟ الوغ نعاود، شوف نعاودها ببساطه، معناها فيها هنا لغه عربيه برشا وكل غيكا تبعني بالكذا. او ثبت تبع معايا شو دي او هي تقاطع شكون في التمرين؟ هي تقاطع بدي ولا لا؟ اي و اي ولا لا؟ باهي موافقني. مناظرة او اللي انا مازلت ما نعرفهاش شكون هي، تقاطع مناظر بي دي، مش تكون ما هو مناظر بي دي سي صحيح، وما هو مناظر او اي؟ اي اي او اي هاك قدامك هاك انت جاوبت على السؤال. وما هو تقاطع سي ا و او اي؟ هي النقطة شكوني اف. ها جاوبت وحدك وحدك على السؤال، واضح ولا لا؟ اي واضح. داكور ميرسي ما عاش ولدي شكرا. باهي دوك هنا راهو هاو مش نعاودها سيرتو، هو راهو هذه لازمكم تشوفوها، معناها تشوفها مره وقيت وتتسامحوا بها الاجابه. نعاود سي كوا اكزاكتومون شنو لازم في المليار؟ اذا كان عندي مستقيم دلتا ومناظره هو المستقيم دلتا اولي بتناظر مركزي، لا بوخ معناها نقطة هنا هي مركز التناظر. إذا كان تاخذ نقطة M على دلتا فمناظرتها ستكون على دلتا أولي بتناظر مركزي، هذا هو الفكرة. يعني أنت بما أنه هنا نقطة M E تنتمي إلى المستقيم BD، مناظرة متاعها ستنتمي إلى مناظر المستقيم BD هو المستقيم AC، وبما انها او تنتمي للمستقيم او اي المناظره نتاعها مش تنتمي الى مناظر او اي اللي هو او اي، وتقاطع او اي و سي هي النقطه اف. بون ان شاء الله تكونوا فهمتوا. يلا مازال لنا سؤال، معاش برشا. سؤال جيم، بين أن أ هي منتصف سي إف، بين أن أ نقطة أ هي منتصف القطعة سي إف. أنا نتصور عنده علاقة بالسؤال ب، إن شاء الله تكونوا فاهمين هنا شنو نقصد. بلقاسم في راسي يحب يجاوب، تفضل بلقاسم في راسي. أنت تحب تحكي لنا على السؤال؟ ديما هكا ولا تو معاك باهي راك كيفاش اعطيني ديما ديما نبداو بالبغيون وبعد نف. وي انا لول اثبت اللي مناظره مستقيم او دي هو المستقيم سي اف. اي اثبتنا صحيح. بعد قلت بما ان سامحني انت تحب تحكي على المستقيم ولا على القطعه تقصد؟ انا على الاول اثبت انه مناظر مستقيم او دي هو مستقيم سي اف، وبعد حكيت على المنتصف. باش نتبعك مثال شاي خطوه خطوه، كيفاش تحكي لي على المنتصف؟ قل انا خاطر كي تقول لي منتصف، كلمه منتصف عندها علاقه بالقطعه مستقيم، وافقنيش سو سو بوان. اي دونك انا كي راه مستقيم نقول علاش احكي لي على مستقيم. لا انا سؤال عملته على زوز اقسام. باهي نسيش نسمعوا كيفاش آه هي منتصف سي إف. بما أن أ مناظرة دي بالنسبة إلى بي، إذن أ مناظرة دي بالنسبة إلى بي هي المنتصف، إذن بي هو المنتصف في قطعة مستقيم أو دي. سان سان بي منتصف دي أو تخي بيان، هذا هو المهم. بما أن مناظر بي مناظرة نقطة ب هي نقطة أ بالنسبة لإي. صحيح. صحيح. ونعلم أن التناظر المركزي يحافظ على المنتصف، إذن أ هي منتصف سي إف. خاطر مناظرة القطعة دي أو حسب ما أنت تحكي يظهر لي باش تقول القطعة سي إف، موافقني هذا هو. فوالا تخي بيان، سي هذا هو الإجابة. دونك الحقيقة كلمة المستقيم ما عندهاش حتى علاقة بإجابتك، ما نذكروش مستقيم، موافقني ولا لا؟ نحكيو على قطعة مستقيم، والحاجة الباهية أنت هنا اللي عملت العلاقة بين السؤال جيم وب، اللي أنت استغليت لو فات أني مناظرة النقطة إف هي النقطة أو بالنسبة لإي، هكا ولا؟ فراس، طيبيا، فوالا، أنا توا هاني مش نعاود ننقل الرسم، نبدا قدامي في الإجابة، ركزي باش ديما إجابة بالنسبة لكم.
ترى في راس معاود نحكي لهم لي ترى شو لازم يكون عندي. هل لدينا في التمرين هو طالب مني ا منتصف سي اف، هذا السؤال. هل لدينا في التمرين هي ب منتصف دي او؟ نعم قلت لي لانه مناظره نعم. دي هي او هكا قلت لي ولا لا؟ هاي هكا دونك ماهيش حاجه كبيره تو نكتبوها ب هي عندنا مناظره ب هي ا هكا ولا بالنسبه لي؟ هاي يعني حكينا عليها زيادة، ولكن عندناش مناظره القطعه دي او ما عندناش مش يعني. فوالا دونك انا اول حاجه باش نحكيها لماذا مناظره القطعه دي او هي القطعه سي اف، باش بعديك في اجابتي ما نقصش الاجابه تبدا فما تسلسل. موافقني؟ اي انا كيف عملت مدام بي اي مل عليا مالك يا عملتك اش مش نكتبها لدينا بي مل عليا شويه مناظره النقطه او بالنسبه لشكون؟ دي اي هي نقطه اف صحيح. ومناظرته مناظرة النقطة دي بالنسبة لي هي النقطة سي بالنسبة إلى إي هي سي. إذن وي مناظرة قطعة المستقيم أو دي وي صحيح بالنسبة إلى إي إلى إي هي قطعة القطعة المستقيم سي إف صحيح. باهي مالا حضرنا هذه ونعرفوا اللي مناظرة باهية دي حكينا عليها قبيليك من غير ما نقول لي انا اي منتصف هكا ولا. دونك نبداو نحكي لدينا ماذا لدينا؟ اي بي بلوتو بي بي مناظرة ا بالنسبة لي بي منتصف القطعة دي او هكا ولا بي منتصف اي بي منتصف القطعة دي او والتناظر اي المركزي يحافظ على المنتصف يحافظ على المنتصف. دونك نكتب معناها هنا الخاصيات اني نحطها لكم باللون المغاير. اذا ماذا استنتج؟ هي منتصف القطعه سي اف صحيح. كنحب نزيد بلوس دو بريسيزيون لاصحابنا كيف انت عندك بي هي منتصف القطعه دي او مناظره بي هي بالنسبه اي الى اي هي منتصف مناظرة القطعة دي او بالنسبة إلى اي. ومنه ألغ ما هي مناظرة بي بالنسبة مناظرة إلى بي هي ا ومنه ا صحيح هي منتصف. وما هي مناظرة القطعة دي او؟ القطعة سي اف اف جاوبناش صحيح كملناش الإجابة فراس فوالا. دونك اعتمدنا على الخاصية أنه أ أنه تناظر المركزي يحافظ على المنتصف. تري بيان دونك تمرين خذا شوية وقت. دونك المحافظة على المنتصف فيه مناظرة قطعة مستقيم مناظر مستقيم ومستقيم موازن له، المحافظة على البعد استعملناها وقت ما حسبنا المساحة، فيها المحافظة على أقيسة الزوايا وقت ما رأينا نخدم هنا بطريقة ثانية، فيه زادة كيفاش نخرجوا مناظرة نقطة بتناظر مركزي أبغتيغ من أنه النقطة هذيك هي ناتجة عن تقاطع مستقيمين هكا ولا في رأس داكور. دونك يجي ان بون اكزيرسيس دو سانتيز داكور بي صحيح في راس تري بيان. باهي توا باش نعطي شويه وقت اللي يحب يسال. جو سي اللي ما فماش في الجروب هذا شكون عنده دوفوار تابعه الضرب. اذا كان عندكم راه نعاود نسال اذا كان فما في الجروب هذا شكون كونسيرني بالضرب نخدم له تمرين الضرب هو التمرين الثالث. بو سينو اللي عنده سؤال يعني نشوف الروبريك نتاع لي كاستيون ها ثاني نترخى نسال نثبت معناها عندهم كلهم الاسئله من الاول باهي دقيقه. حسام قال باهي اكسيتيرا شكرا مدام على الحصه. عايش ولدي ريان شكرا باهي. يا حسام عايش ولدي قلت لي يا حسام انت تكتب لي تحب تخدم الضرب ولكن انت لو سول اللي يسال على الضرب ولكن انت قلت لي مدام واش داخل في الدفوار انت قريته البرة دونك معناها نخدمه في فتره اخرى معناها زايد ما خدمش داخل في الدفوار طبعا.
ماشي. ب مثال ب. ألوغ دقيقة يسر بيان سيغ، مش قلت نرجع لها للجبرة. يسر 10 بنتيه، يسر يسر أي مدى؟ وين يسر. هذه صحيح؟ مش نرجع لك لتمرين الجبر، لتمرين الجبر اللي هو التمرين قلت لي اللي هو الحط في الاسم. قلت لي لا كاستيون الاخرانيه، قلت لي ولا قبل الاخرانيه؟ الأخرانية متاع قارن في هذه الحالة F و O. شو عجبني؟ أنت قريت المقارنة في القسمة اللي أي قريت المقارنة في القسمة بالاعتماد الفرق بين عددين نسبيين؟ وي مادام مانيش فهمتو برشا. باه يبالي ما قريتوش خاطر قلت لي أنت باه. مثال شاي هاتو نزيد نختصر لك، فما قاعدة هي نفسرها لك. دونك يقول لك إذا كنت تحب تقارن زوز أعداد نسبية نجم نعتمد الفرق بينهما. مثلا تعمل الفرق بين أ و ب، كان تلقى عدد موجب ينتمي إلى زد زائد، يعني أكبر من صفر، أكبر من صفر. كذلك يعني ماذا؟ أنه أ أكبر من ب، واضح ولا لا؟ طلعنا ما قريناش أول مرة لها قاعدة. فوالا ما قريتوش الفرق. ما مثالش احنا وصلنا حكينا عليها حكينا. واذا كان الا الا ب اصغر من صفر فذلك يعني انه ا اصغر من ب. بيان سور اذا كان الفرق مساوي للصفر يعني ا يساوي ب. دونك انت في التمرين هو دايوغ اللي جاوب عليه حسين عملنا الفارق ا الا او، صحيح ولا لا؟ اف الا او لقيناه ناقص 6 ولا لا؟ اف إلا أو قناه ناقص 6 موجب أم سالب؟ سالب أصغر من صفر. إذا بالتالي أصغر من صفر. فوالا لا مش أصغر من أصغر من من أو. فوالا سي سا هذه هي. أما إذا كان ما قريتو زيد خليك تركز على دوفوارك، إن شاء الله تعديو دوفوارك بالكدا. نتصوركم حضرتو ونشوفو سويت بون كوراج الغدوة. داكوردو، لكن هاي خصني نعطيكم 2 مينوت. عاش بنتي شكرا. 2 مينوت نزيدو نسألو اللي عنده ما قريناهاش. حسام قال ما قريناهاش. ميرسي مدام سلمى. سلمى قالت لي ميرسي وهي ما شاركتش وحبيتها تشارك. انا ما حلتش الميكرو. هاجر زاد اليوم ساكته. ها داكوردو الولاد. كان فما اسئله ب سؤال شكون عنده واش نرفع لك الميكرو عشوائيا؟ دقيقة. فراس، وي فراس، وي فراس اسألني. وي ولدي اسألي. وي فراس حليت لك الميكرو. وي مدام في التمرين الأول، التمرين الأول في الكوسي مش أي. وي ولدي عندي زوج حاجات ما فهمتهمش اللي هي شو اسمه سؤال اثنين وسؤال اربعة. نفسر لك، نفسر لولدي ما فهمش حتى مشكل. ودايوغ نتصور اذا كنت ما فهمش بديت خاف ما حد اخر يستفيد معاك. الوغ سؤال اثنين في راس تبعني بالكدا. اش قال هنا؟ مهما يكون العددين الصحيحان نسبيين ا و ب فان القيمة المطلقة ا مع ب اكسترا. هي يسر ذكرها جاوبت عليك. وشوش قالت لنا يسر؟ هاو مازال خدمة بقى. شوش قالت يسر؟ خذيت يسر خذيت عددين أ و ب. مثلا خذيت الأ قداش ذكرش هاي قدامك؟ ناقص 2 ب. والب خذيتها قداش؟ 1. وحسبت القيمة المطلقة الأ هذه تسمى القيمة المطلقة لأ مع ب، هكا ولا لا؟ إيه. لقاتها القيمة المطلقة لناقص 1 اللي هي كم تساوي في راس؟ 1. 1. ده نوتخ كوتي من الناحية الثانية خدمة يسر قالت خلينا نخدم القيمة المطلقة الـ A وحدها ونزيد لها القيمة المطلقة الـ B وحدها. قداش نلقات القيمة المطلقة الـ A؟ هي القيمة المطلقة ناقص 2 مع القيمة المطلقة الواحد. قداش تلقاها؟ ايوا ما نعرفش. 2 مع الواحد. اللي هي قداش؟ 3. مالا أنت نجم تقولي للقيمة المطلقة الـ A مع B هي نفسها القيمة المطلقة الـ A مع القيمة المطلقة لـ B؟ صحيح الكلام هذا؟ لا. دابخي المثال اللي خديته صديقتك، فهمتني ولا لا؟ اي فهمتك.
هذه فهمتها، ولكن باش نزيدك حاجه اخرى. انا قلت لها ذكرتي انت، قلت لها باهي صلح عنها الجمله، قلت لها صلح عنها، نسيت نتصورك ولا ما عرفش نسيتش، قلت لها صلح عنها الجمله تنجمش. قالت لي مدام وقت ما يبداو عندهم نفس العلامه، قال في زوز موجبين وزوز سالبين، وي يبدا ا وبي لهما نفس العلامه، فهاتي المساواه تصبح صواب. مثلا جرب انت خذ ان اكزامبل، مثلا اعطيني ا وبي زوز سالبين في ساعه ناقص 5 وناقص 3 فوالا، قداش تولي القيمه المطلقه اللي ناقص 8 مش يعني تساوي 8. احسب القيمة المطلقة ناقص 5 مع القيمة المطلقة ناقص 3 تساوي 5 مع 3 اللي هي زادة 8، ريت اللي هي تعطينا نفس النتيجة. فهمت مدام. وتوا أنا نشكرك اللي أنت سألت، خاطر ديجا راك فما شكون استفاد وراك. نرجع للسؤال، قلت لي 4 جو كخوا 4 زادة وي كيستيون. أي شوف عاش ودي، احنا القيمة المطلقة لعدد x ينتمي الى z عندك، احنا ديما نقولوا كي عندنا قيمة مطلقة داخل القيمة المطلقة يا موجب يا سالب، ولكن كي نحسبوا ديما عدد موجب. ما تقوليش مادام ديما يقولوا لي التلامذة، ما تقوليش مادام هذا مادام مش قلت لي القيمة المطلقة ديما موجبة، مانيش بيه عندي هنا سالب. هذاك مقابل. مقابل نقولوها صحيح هاكا فهمني، مقابل خاطر مقابل اكس ينجم يكون موجب ينجم يكون سالب. دونك احنا هنا في تمريننا كيفاش قريناها؟ حسام وقتها جاوب علي قلت له اقرا هالي الجمله هذه مكتوبه بالمات، احنا كتابه رياضيه، اقرا لي بالعربيه القيمه المطلقه اكس، القيمه المطلقه لاكس تساوي مقابل اكس مقابله. وقتاش القيمة المطلقة العدد تساوي مقابله؟ تذكرش أنت كي تجي تخدم وقتاش تاخذ مقابل ذلك العدد؟ كيف يكون العدد ذلك؟ يبدا سالب. سالب وقت ما يبدا العدد هيك سالب، فكل الأعداد السالبة القيمة المطلقة بتاعها تساوي مقابلها، يعني أ تمثل الأعداد الصحيحة النسبية السالبة، يعني أ تمثل المجموعة زائد ناقص. فهمني زعما؟ اي فهمتك، معناها كي يبدا القيمه المطلقه الاكس تكون موجبه يحط لنا اكس نفسه. هاوش فوالا فهمني، شو غدا كيف نعطيك هكاين، انا نعطيك مجموعه اخرى، اعطيني مجموعه الاعداد المنتميه الى زد حيث القيمه المطلقه لاكس تساوي اكس، وقتها باش مش تجاوبني. نجاوبك وي مش تجاوبني وقتها، ركز فيها نورمالمون كي جاوبتي بصحيح. أنا هي المجموعة نتاع الأعداد المنتمية إلى زد وقيمتها المطلقة ماذا تساوي؟ إكس. معناها القيمة المطلقة إكس تساوي إكس، معناها أ تساوي مجموعة إكس ومقابل إكس. سان 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 ركز ركز، كيما ساك بديك أنت قلت القيمة المطلقة إكس تساوي ناقص إكس، قريتها لي مقابل معناها خدمت بصحيح. إيش معناها القيمة المطلقة لإكس تساوي إكس؟ شو يقصد؟ شو يقصد؟ معناها إكس تساوي إكس. صحيح هيك فاش نلوج انا، يساوي نفسه. وقتاش القيمه المطلقه العدد تساوي العدد نفسه؟ وقت اللي يبدا موجب. صحيح، ما بي ماذا تمثل مجموعه الاعداد؟ بي زد زد زائد زد زائد، يعطيك الصحه. واضح ولا لا؟ فهمت باهي ان شاء الله تكونوا فاهمين. يلا مثال عاشو الدياي نور خليل، ميرسي ميرسي انتوما اللي حضرتوا. بون كان فما أسئلة آخرين، ميرسي منصة أستاذي اللي عطاتني الفرصة باش نقريكم. باه الولاد باه بالجيزة في راس خسرت له، أنا نزيد نسأل. عزيز عكاشة حليت لك الميكرو عزيز تفضل. بون إني بلو لا. حسام تغيس صباح حسام جاوبني ترى. اي مدام سافا ميرسي. عاش ولدي صحيتك. داكوغ ميلا ملكة عندك سؤال؟ ريان، ريان عندك سؤال؟ تراح نشوف السؤال هذا قديم. لا لا سافا هاكا حوالي. داكور دولي
يلا إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة للفرش التأليفي متاعكم، ونتلقاو في فرصة أخرى. إلى اللقاء، بسلامة.